لو حضرتك يعني غضبان وزعلان وزهقان من هذا الفشل في إدارة أزمة الكهرباء زي باقي الملفات، فمعلش أنت هنا هتبقى أمام محمد الباز، أنت راجل مش وطني. اللي يغضب ويزهق من الكهرباء دي يبقى راجل مش وطني، ده استحمل يا أخي بلدك. هنا بقى تبدو دغدغة المشاعر الوطنية، قبل سعادتك أهو. بس ده ممكن تغضب أنت لقطع كهرباء، لكن دي بلدنا ولازم نحافظ عليها. دغدغة بقى المشاعر الوطنية هنا، ويبدأ محمد الباز يطلع عشان يوزع صكوك الوطنية على المواطنين. اللي ينتقد، اللي يزعل، اللي يغضب، اللي يزهق، اللي يقول مصالحي تعطلت، اللي يقول النهارده مش قادر أعيش النهارده في هذا الجو بانقطاع كهربائي، يبقى مش وطني. نخرجه على طول من الوطنية. وهنا بقى ما يقولكش مثلا محمد الباز إن الناس غضبانة من إدارة فاشلة أو من نظام فاشل في إدارة الأزمات، لا، يقولك البلد، الدولة، الوطن، مصر. استدعاء مصر يا جماعة، واستدعاء الدولة دايما للأسف بيحطوها في غير مكانها. فرق كبير أوي أوي بين الدولة والحاكم، بين الوطن والنظام. فرق كبير جدا لما سعادتك تخلي شخص مصر والوطن والدولة في شخص الحاكم. يبقى مجرد ما تنتقد الحاكم على فشله أو دوره الذي أودى بهذا الخراب، يبقى أنت كده عايز تخرب الدولة، وأنت كده إرهابي، وأنت كده إخواني، وأنت كده عايز الدولة. دولة إيه يا جماعة؟ ما قلنا الدولة قبل كده حضرتك، الدولة في تعريفها في المفهوم العلوم السياسية، الدولة بتتكلم عليها هي أرض وهي شعب ينتدب حكومة تدير سعادتك هذه الأرض بثرواتها لصالحه. ده مثلث، أرض بنقيم عليها والشعب موجود عليها، بيجيب حكومة عشان تحكم، عشان تبدأ تسير أعماله، عشان تخدمه. فالحكومة خادمة عند الشعب، المسؤول موظف عند الشعب. لما كل شوية تستدعم إن أي مواطن يزهق، ها البلد بقى، أنت عايز بلد تخرب ولا إيه؟ أنت ضد الوطن؟ أنت من أعداء الدولة؟ فيبدأ دايما يستدعي لك هذا الخطاب. شوف محمد الباز واللبس المتعمد منه أو من غيره على أي انتقاد من المواطن لفشل الأنظمة الحالية.